ارتفاع موفقة سيداتي انستي سادتي يا من تشاهدون وتتابعون ميدان الملك عبد العزيز هنا في الجنادرية في العاصمة الرياض في عاشر اشواط هذه الامسية كأس الخادم الحرمين الشريفين كأس الملك خالد رحمه الله تعالى الفئة الأولى محليا جروب 1 مفتوح الدرجات انتاج الاربع سنوات في حضرة كأس الملك الصالح تتنافس على مسافة الى 2000 متر مسافة الميل وربع الميل 400 متر اولى ب 24 81 جزء من الثانية اندفاعة متوسطة السرعة 800 ألف ريال تنتظر 12 اسما وثلاث أوراق حمراء وورقتين بيضاء يتقدمهم حربي من المسار الداخلي وعادات من المسار الخارجي هنالك عديت في المرتبة الثالثة وكذلك مادح ومرسوم النايف 800 متر أولى ب 46 و98 جزء من الثانية هنا بدأت السرعة والسرعات المتزايدة في الإنتاج السعودي ميدن كي اس اي في حضرة الكؤوس الملكية تتقدمهم عادات وكذلك العائد حربي يتقدم من المسار الداخلي رمية برمية نظرة بنظرة بدأ الشوط سريعا 1200 بدقيقة 11 ثانية و48 جزء من الثانية أحمد الشرار ينظر إلى أقرب منافسيه لكن يا أحمد أنت ممثل الأحمر في هذا الشوط هنا بدأوا يتقدمون ديسمبر قادم بالحلة الجديدة من المسار الخارجي وعديت معي دي كاسترو من المسار الداخلي المرسوم قادم من المسار الخارجي هنا الأسماء قادمة ديسمبر الغائب الحاضر وسع الفارق وأيضا مرسوم النايف في الدخول الجياد الزرقاء يتقدمهم ديسمبر في أي حلة ظهرت المرسوم بالانقضاض ديسمبر قادم ديسمبر أنا الحضور اللي ما يشبه الغياب وأنا السبوك اللي شعر به من حضر لابد أن يتوج هذا البطل الأزرق في جروب 1 وبالفعل في هذا المساء توج في كأس الملك خالد الفئة الأولى خادم الحرمين الشريفين رحمه الله تعالى ويلدر راموس يا له من خبير في قيادة الخيل قسم له الخطوة في هذا الشوط مع